انطلاقا من قوة وتشابك العلاقات المصرية الروسية، تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، زيارة تعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما، حيث أكد الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية، أكد أن السنوات الخمس الماضية شهدت تطورا كبيرا في مسيرة التعاون ودعم العلاقات في مختلف المجالات بين مصر وروسيا. وفي كلمته التاريخية أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، كأول رئيس دولة أجنبية يلقي كلمة في الغرفة الأعلى للبرلمان الروسية، قال الرئيس السيسي أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين يعكس مدى قوة تلك العلاقات بين البلدين. اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن سعادتي البالغة وتقديري العميق لدعوتكم الكريمة للحديث من على هذا المنبر، وإتاحة الفرصة لي كي أتواجد بينكم كأول رئيس أجنبي في مجلس الفيدرالية، مخاطبا الشعب الروسي العظيم، حاملا له رسالة تحية وتقدير عميقة من شعب مصر الذي يعتز بما يجمع بين بلدينا من روابط تاريخية لا تزال أصدقها حاضرة حتى الآن. وأكد الرئيس السيسي على أن مصر تتطلع إلى تعزيز مستوى التنسيق والتواصل مع روسيا وفتح آفاق جديدة للتعاون، وأنني أتطلع لأن يمثل لقائي معكم نقطة انطلاق جديدة لإسراء علاقات الصداقة بين بلدينا في بعدها البرلماني، لتتجاوز إطارها الرسمي إلى آفاق شعبية أوسع تنميها وتدفعها إلى الأمام. وخلال لقائه الرئيس السيسي، أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن مصر الشريك الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد هذا العام بمقدار الثلث عن العام الماضي. وتأكيدا على عمق العلاقات، قام الرئيس السيسي بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالميدان الأحمر في العاصمة الروسية موسكو، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنية لكل من روسيا ومصر. ولتعزيز العلاقات الاقتصادية، أكد الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي على أهمية تعزيز أطر التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي على كافة المستويات، معربا عن تطلع مصر لتنمية وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات. وتمثل القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي محطة جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام. مرحبا بكم مرة تانية وبضيفي الكريم الأستاذ الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. برحب بحضرتك يا دكتور طارق. أهلا بك دكتور طارق. زيارة هامة ولقاء ليس الأول، هو التاسع ما بين بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى مما سبق لسيادة الرئيس قبل أن يكون رئيسا لمصر منذ أن كان وزيرا للدفاع في 2014. إذن هي علاقات تبنى على تعاون وتفاهم بين الأطراف المختلفة. هذه الزيارة كيف تنظر لها؟ هو بطبيعة الحال الزيارة في توقيتها بتنقل رسائل مهمة جدا على المستوى الثنائي ومستوى المتعدد. تعلمي أنه الزيارة جاءت بعد زيارة الصين وبعد زيارة الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة ولقاء السيد الرئيس بالرئيس الأمريكي. فهذه الزيارة لروسيا ربما لنقل رسائل أن مصر تنفتح على الجميع، سواء كان على مستوى القوى الكبرى زي الصين وعلى مستوى الدول العظمى زي الولايات المتحدة. وطبعا طبيعة الحال روسيا كانت منذ قليل دولة عظمى، فأنت بتكلمي على دول كبيرة في العالم بتقومي بتحركات متعددة في توقيت له دلالته. ربما الرسالة المهمة في هذا التوقيت هي ليست خصوصية العلاقات المصرية الروسية،
المصريين حضرتك بطبيعتهم عندهم حنين للعلاقات مع روسيا لأنها ترتبط بإنجازات كبيرة شهدتها الدولة المصرية في مراحل معينة. نعم. مش هنقف قدام المشروعات الكبيرة زي السد العالي ومجمع الألمونيوم والحديد والصلب وغيرها من المشروعات فقط، إنما ربما كان الرئيس النهاردة في كلمته كان حريص قوي أنه يذكر بالماضي ويستدعي المستقبل، لأنه تحدث عن الماضي وتذكر الدور الروسي اللي كان في بناء العلاقات وتنمية العلاقات بين القاهرة وموسكو لسنوات طويلة في الستينات، لكن تحدث عن المستقبل، تحدث عن المنطقة الصناعية بما تمثله من استثمارات، تحدث عن محطة الضبعة، تحدث عن تطوير منظومة العلاقات التجارية، تحدث عن الحوار الاستراتيجي بين البلدين في نفس التوقيت اللي بتجرى فيه مناورات عسكرية في مصر بين مصر وبين روسيا. إذن نعم. هذا هو مجمل أو الإطار العام للعلاقات المصرية الروسية، وبالتالي الروس أيضا يبادلون مصر نفس التوجهات والمواقف، هم يروا في مصر أنها دولة لمفتاح الإقليم بأكمله. يعني صحيح إحنا بنتجه إلى روسيا، وصحيح إنه هناك حفاوة روسية كبيرة، وهناك طبعا ارتباط هيكلي في نمط العلاقة بين مصر وبين روسيا يعني تعمقت سنوات طويلة، لكن أيضا روسيا في حاجة إلى دولة كبيرة زي مصر، دولة مستقرة. وربما التصريحات اللي خرجت من المسؤولين الروس أمس واليوم على لقاءات السيد الرئيس هيجريها، واللي غدا في لقاء القمة مع الرئيس الروسي، بيأكدوا أنه هذا بلد مهم، بلد مستقر، بلد له تجربة في مواجهة الإرهاب، بلد بيتحول تحول سياسي واقتصادي كبير. الإشادات دي في جزء منها إشادة بمكانة الدولة المصرية وبالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي. ده كان أبرز النقاط التي وردت الحقيقة في كلمة سيادة الرئيس اليوم أمام مجلس الفيدرالي الروسي. كيف نظرت إلى أول رئيس لدولة أجنبية أن يدخل إلى هذا المكان ويخاطب الشعب الروسي؟ يعني شوفي، هو طبعا منذ الزيارة الماضية تحديدا كان هناك خروج بطبع العلاقات المصرية الروسية من حدودها التقليدية في التعامل مع الدولة المصرية. في يعني تقدير كبير للدولة المصرية وللرئيس السيسي لاعتبارات كثيرة، جزء منها العلاقة المباشرة بينه وبين الرئيس بوتين، الخلفية الاستراتيجية والعسكرية، الفكر الناسق العقيدي، لو انت بتجيبي ملامح القيادات في روسيا والرئيس نفسه الرئيس الروسي والرئيس السيسي بتحكم منظومة العلاقات في على المستوى حتى الشخصي. فبالتالي انت حتى لاحظتي حتى اخر زيارة للرئيس بوتين في القاهرة ديسمبر 2017 كان الترحيب الكبير، مصر برضو بتبادر بطرح دافع. مش غريب ان السيد الرئيس يلقي كلمته امام المجلس الاتحاد الروسي بصرف النظر عن الوضع اللي بيحتله في النظام او الدستور الروسي، لكن خلينا اقول انه كان مهم جدا انه الرئيس يذكر بطبيعة ونمط العلاقات، لانها هي كلمة موجهة الى الشعب الروسي بما يمثله هذا المجلس الفيدرالي الكبير لروسيا. ومرور 75 عام على هذه العلاقة. وزي ما قلت لحضرتك في دلالات في اجراء التدريبات العسكريه في نفس توقيت الزياره، الرئيس في البدايه في اول يمكن باراجرافين في الكلمه ركز قوي على 75 عام، العلاقه التي تربط بين الشعبين المصري والروسي، وبعدين اتكلم في قضايا الاول زي ما قلت لحضرتك اشاده بنمط وتاريخ العلاقات المصريه الروسيه، ثم انتقل للحديث عن المرجو من العلاقات. المرجو نعم. من العلاقات ليس استثمارات حضرتك، يعني مش استثمارات، لان المنطقه الصناعيه ومعدلات الاستثمار في السويس والمشروعات الكبيره اللي موجوده مستقره، يعني هي بيتم تطويرها بصوره او باخرى. يعني احنا بنبحث في اطار مجال التبادل التجاري، بنتكلم في ان احنا يبقى في مجال في مجالات متعدده، لكن الجزء الثنائي كان مهم قوي ان السيد الرئيس يركز عليه في مقدمه الكلمه. في جزء من الجزء الكلمه في الجزء الثاني اللي هو لو بتعملي تحليل مضمون هتقفي امام القواسم المشتركه بين مصر وما بين روسيا. السيد الرئيس اتكلم على اعقد صراع في الاقليم وهو قضيه الصراع العربي الاسرائيلي، اتكلم على الخيار السياسي في المساله السوريه، ليبيا حيث تمثل طبعا مناطق تماس للامن القومي لمصر، تحدث عن بعض الامور الداخليه اللي هي ربما تشير الى ما احدثه المصريين من تحول سياسي وديمقراطي. يعني السيد الرئيس اتكلم على
فكرة تجديد الخطاب الديني في مصر. لما اتكلم على حجم الإنجازات العملية 2018 القوات المسلحة، نعم، الأداء المبهر للأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب، فأنت بتكلمي على بعض الأمور في سياقات الثنائي، لكن هي بالأساس أنت بتقدمي النموذج المصري، وهم للأمانة الروس لديهم تقدير عالي للدولة المصرية. ونقاط التلاقي هي الهدف ما بين السياسة المصرية والروسية. حضرتك خلينا نفند، كيف تكون هذه النقاط؟ القضية الأولى التي ذكرها سيادة الرئيس ربما هو تحدي الإرهاب، كيف نمنع انتشار وتمدد الإرهاب كظاهرة عالمية؟ يعني شوفي، هو طبعا بين مصر هو السيد الرئيس في جزئية الإرهاب قسمها على مستويين، المستوى الأولاني التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب، وربط ده بين الأداء للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والعملية 2018 في إشارة إلى حجم الإنجازات التي جرت في مواجهة الإرهاب بصورة أو بأخرى. نعم. لكن ربطها بجزء آخر مهم قوي، وهو التعامل مع الخطاب الديني، وإن نعم. إحنا قمنا بتجديد الخطاب الديني، بنواجه التطرف، عندنا اقترابات ليست أمنية فقط لكن سياسية وثقافية، أنجزنا شيء كبير ومهم قوي للمحيط الإقليمي. خلي بال حضرتك ده ربط شيء مع الظروف الاقتصادية مع والاجتماعية كحلول وليس فقط في مصر. الحلول الأمنية، نعم. يعني ليس الحل المقتصر على الأمني، احنا بنتكلم على اقترابات أخرى لمواجهة إشكالية الإرهاب في الإقليم وفي مصر، مرتبطة حضرتك بأبعاد أخرى زي البعد الثقافي، زي البعد الاقتصادي، زي البعد التنموي، فأنت بتكلمي على منظومة كاملة للحل. كان السيد الرئيس حريص قوي أن ينقل الصورة في أجزاء منها تجربة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب، العلاقة اللي بتربط الشعب الروسي العظيم بالشعب المصري في مراحل معينة، الشعب المصري يقدر وذكر ده. الأزمات يعني بالمقارنة طبعاً. إذا كنا بنتحدث عن أزمة تحرير أرض وكان فيها تعاون روسي، بنتحدث عن تحرير أرض أيضا لكن من إرهاب أو حتى من أفكار مغلوطة. يعني خلينا أكون أمين وصريح مع حضرتك، إحنا برغم ارتباطنا الاستراتيجي والعسكري بالولايات المتحدة، لكننا نذكر أننا حاربنا في 73 بسلاح روسي. صحيح احنا اعترضنا الخبراء الروس قبل قرار الحرب، الرئيس السادات رحمة الله عليه أصدر قرار بطرد الخبراء الروس، لكننا حاربنا بسلاح روسي، وأعدنا بناء القوات المسلحة المصرية بفكر روسي وبسلاح روسي. يعني بدايات التغيير في الفكر والأيديولوجية والأنساق القتالية بدأت بعد الحرب بعد 74 كما تعلمي، لكن احنا في المراحل الأولى، وبالتالي لمواجهة وتحرير الأرض تم بسلاح روسي. جزء من عقيدتنا احنا كنخب إعلامية وسياسية ومصريين بسطاء لا يزالوا يتذكروا طبيعة العلاقة. لغاية النهاردة انت بتشوفي سيارات تبع القوات المسلحة ماشية صناعة روسية، تمام، اللادة والعربيات القديمة فالقوات المسلحة في جزء منها قادتنا القادة العظام حتى، وكثير منهم موجود، هم خريجي الأكاديميات الروسية. فأنت بتتعاملي حضرتك مع دولة كبيرة، زي ما قلت لحضرتك وانت النهاردة السيد الرئيس في روسيا يستقبل بهذه الصورة والحفاوة الكبيرة، انت بتعملي تدريبات ومناورات عسكريه في مصر بين الجيش المصري والجيش الروسي، مناورات الصداقه كمان بالتأكيد. يعني حتى وصفها في حد يعني ذاته، فانت عندك الارتباط مع ده، وده يؤكد لحضرتك امرين. الامر الاول قدره الدوله المصريه على الانفتاح على استراتيجيات متعدده، انت بترتبطي مع امريكا بمصالح عسكريه واستراتيجيه ممتده وتحالف عسكري ولقاءات جيده، وطبعا علاقات تحسنت بصوره كبيره الفتره الاخيره، يعني رفعوا الحجز على المساعدات العسكرية كما تعلمي، عملنا تدريبات بحرية ثم عملنا مناورات النجم الساطع. لكن ده يؤكد لحضرتك أن القوات المسلحة المصرية بتنفتح على كل القوى الكبرى. يعني أنت بتعملي مناورات مع الجانب الأمريكي النجم الساطع، الصداقة مع الجانب الروسي، نعم. فدي مهارة صنع القرار في توقيتات معينة أن يحدث توازن في نمط العلاقات المصرية الدولية، مهارة الرئيس السيسي للأمانة، وتحسب لمصر انه قدره الحركه والمناوره مع قوى كبرى. صحيح انت بترتبطي بعلاقات مع الجانب الامريكي، وصحيح معاكي تحالف استراتيجي قائم، لكن في نفس التوقيت بتعملي علاقات مستوى النديه مع القوى الكبرى، بتعملي مناورات، تمام. طبعا هذه الامور يعني بتمضي في سياق مخطط مصري ورؤيه استراتيجيه ورؤيه استشرافيه. انت منوعتي مصادر السلاح في مصر في مراحل معينه، ما كانش الاتجاه إلى روسيا والصين وألمانيا وفرنسا،
مجرد ان احنا بنوع مصادر سلاح، انت بتتحرري بقرار سياسي واستراتيجي في توقيت له دلالته. الجانب الامريكي حينما اوقف مناورات النجم الساطع ايام اداره اوباما ومارس الجانب الامريكي سخافات في مع هذه الاداره، كان لابد لحضرتك تتحركي بمهاره كبيره كدوله كبيره، نعم، محوريه وقياده لديها رؤيه في تنبيع المصادر وتوازن فكان لازم تعملي ده في مراحل معينه. وانا اذكرك يعني لما توقفت مناورات النجم الساطع رحت عملت مناورات مع روسيا برضو، يعني في التوقيت اللي حضرتك وقفت فيه مناورات النجم الساطع وقتها تحركت الدولة المصرية وفكر الدولة المصرية وفكر القيادة السياسية المصرية. نحن عملنا مناورات روسية ودي أزعجت الجانب الأمريكي بالمناسبة، وكان الجانب الأمريكي حتى في لجان الكونغرس وفي مجلس الشيوخ لجنة القوات المسلحة أثاروا عديد من التساؤلات وقتها حوالين المخاوف من تحول مصري كامل تجاه روسيا. والمستقبل ليكي كعلاقات مصرية روسية أنك أنت حينما قررتي تاخدي قرار بناء المحطة النووية في الضبعة اتحركتي مع روسيا، كانت هناك عروض عديدة من دول أخرى سواء كانت أمريكا وأيضا كانت الصين وكانت اليابان وكان دول أخرى. حنين المصريين إلى دولة كبيرة زي روسيا هو اللي خلانا نمضي معهم. طبعا مشروع البرنامج النووي السلمي ده بيؤكد أيضا في جزء منه حضرتك على يعني قوة العلاقات المصرية الروسية اللي هتتبني عليها استراتيجيات ورؤى في المرحلة المقبلة. نعم، لمست الكلمة أيضا الشعبين المصري والروسي بتحية مقدرة سواء للمواقف الروسية التي احترمت إرادة الشعب المصري الذي استطاع أن يثبت هويته عقب ثورة 30 يونيو، وتحية وتقدير لروسيا وشعب روسيا على ما نظر به إلى الشعب المصري في إنجازاته ومحاربته للإرهاب. كيف تمثل هذه النقطة تحول ربما في الخطابات السياسية؟ لا نتحدث مع المسؤولين فقط، لكن أيضا تحدث سيادة الرئيس مع الشعوب. هو طبعا في جزء من التأصيل لتطور العلاقات وتنمية العلاقات المصرية الروسية حضرتك بدأ بعد 30 يونيو. وبعد 30 يونيو لأنه كان الموقف الروسي المشرف لدعم مصر والتعامل معها من منطلق أن روسيا تدعم مصر. جزء منه يجب أن نفهم أنه العلاقات الدولية بتقام على أمور وثوابت ومتغيرات لا يمكن أن تتغير، يعني فيش دولة تدي لحضرتك شيك على بياض في إطار أي علاقات، في علاقة منافع ومصالح متبادلة ومشتركة. إحنا شايفين مصر تجاه روسيا، خلينا أنقل الصورة بقى من روسيا إلى تجاه مصر. روسيا تنظر إلى مصر أنها دولة كبيرة ودولة محورية ودولة مستقرة ودولة بتقدم نموذج كبير، وإنه الرئيس السيسي لابد أن نعترف ونحن نقيم المشهد أنه رئيس لأكبر دولة عربية وفي الإقليم في الشرق الأوسط، وإنه قيادة كبيرة أصبحت قيادة دولية لها مكانتها ولها هيبتها، واستطاع فترة وجيزة أنه يبني لمصر مكانة ونفوذ في أقاليم متعددة في جزء منه، وعن طريق تستطيع الانفتاح على العالم. وانفتحتي على العالم، وأنا أشرت إلى أنه انفتاح الرئيس من خلال الدبلوماسية الرئاسية في التحرك تجاه القوى الكبرى. أنا أشرت للنموذج الصيني ثم النموذج الأمريكي ثم النموذج الروسي، فدي مهارة القيادة السياسية في إحداث التوازن بين في مدد وجيزة، يعني من الصين إلى أمريكا لحضور الجمعية العامة واللقاء السيد الرئيس مع الرئيس الأمريكي ثم إلى روسيا. دلالات التوقيتات المتتالية دي بينقل رسائل، يعني قضية مش مواعيد وارتباطات فقط أو منتديات بنحضرها، وده في تسجيل أنه الدبلوماسية الرئاسية بتنجز كثير من الأمور بصورة كبيرة، بتبني مناطق نفوذ لمصر في مناطق مختلفة. النهاردة أنت حضرتك مش بتعملي تعاون اقتصادي مع روسيا فقط أو بتبحثي منطقة تجارة حرة بينك وبين روسيا، إنما في الاتحاد الأوراسي ده شامل 5 دول، فأنت بتتكلمي على انفتاح تجاري، فبتستفيدي بمزايا تفضيلية، هتستفيدي من عمليات التبادل التجاري مع 5 دول أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة لمصر روسيا طبعا. لكن ربما في هناك نوع من الخلل في الميزان التجاري ما بين البلدين لصالح روسيا. صحيح طبعا الخلل ده يعني معالجته في الفترة القادمة يكون ميسور، لأن أنت دلوقتي اقتصاد واعد، ويجب أن نعترف أنه النهاردة الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري بصرف النظر عن التكلفة العالية اللي أنا وحضرتك بندفعها والمواطنين، ده جزء من ثمن التحول الاقتصادي اللي اتأخر في البلد سنوات طويلة، لأن أنت كان التحول الاقتصادي كان لازم يتم من سنوات. لكن طبعا أنت بتثبتي أركان الدولة المصرية، مش فقط بتواجهي مشكلات متعلقة بالإرهاب وما إلى ذلك، لأنه كان عمليات الإرهاب بتحدث لكن التنمية قدامها بتحصل،
حجم الإنجاز اللي تم في البنية الأساسية والإشادات الأمريكية نفسها، وانت حضرتك شفتي مجلس الأعمال الأمريكي بكل خبرائه في زيارة الرئيس للولايات المتحدة، ودي ناس ما بتعرفش تقول الكلام جيد، يعني الأمريكان بيكلموا منطق الدولة القوية، فما يقعد ويشيد وانت شفتي ده على الهواء مباشرة وهم بيكلموا، دي إشادات مش مراكز أبحاث وبيوت خبرة فقط، دي ناس شغالة على وضع الاقتصاديات الدولية. وعايز أقول لحضرتك آخر مثلا 3 شهور حجم التقارير الاقتصادية اللي صدرت على مصر بس، والتأكيد على أنه مصر بتمضي في طريقها الصحيح. هتسألين السؤال تملي بنسأل متى نشعر بعائد التحول الاقتصادي في مصر وإمتى نحس بده؟ أنت بتحتاجي من الفترة ما بين القرار الاقتصادي وتنفيذه وشعور المواطن بقيمة القوى الشرائية للعملة وشغل عليها، بتشتغلي على سياسات مالية ونقدية، بتشتغلي على إرادة اقتصادية، عوائد التحول بتشتغل، فأنت عايزة تعملي تدوير للتشغيل سواء بالنسب، مش هتكلم أرقام مؤشرات عشان الناس ما تزهقش، لكن اللي أنا بقوله أنه العائد الاقتصادي المواطن يشعر به، في إجماع على أنه العائد يشعر به المواطن خلال 7 أشهر من الآن. 7 أشهر يعني التحول الاقتصادي يؤتي نتائجه وثماره في هذا الإطار، فبالتالي إحنا متفائلين بحركة الاقتصاد الوطني في مصر. هو اقتصاد واعد أصبح لديه بنية أساسية كاملة، الحكومة بتشتغل عندها رؤية. النهاردة شايفة رئيس الوزراء خارج برا القاهرة بيطلع جولات ميدانية برا، الوزراء بيتحركوا، يعني الأمانة في إنجاز بيحصل في البلد بيوازي الإنجاز اللي حاصل في الخارج. أنت بتعملي ترويج للدولة في الخارج. الرئيس لما يقعد ويجالس رؤساء مجالس إدارات الشركات عشان نسوق لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية، كل دي أمور واعدة، انت بتبعثي رسائل تطمينات انه هذا بلد واعد، في امكانيات، في قدرات، هي القضيه مرتبطه بالاراده الاقتصاديه اللي نشغل ده في اطار منظومه كامله. النهارده في فرص جيده ان انت تجذبي رؤوس اموال مش من روسيا بس، لا من الصين وفي دول اخرى، انت بتشتغلي على المدى القصير دلوقتي بما لديك من امكانيات وقدرات. اسمح لنا يا دكتور أن يكون معنا هذا الاتصال الهاتفي مع الدكتور مسلم شعيت ومدير المركز العربي الروسي من موسكو. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. زيارة هامة وقمة مرتقبة يوم الأربعاء للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، ما تتوقعه من هذه الزيارة وأفاق للتعاون قادمة ما بين الجانبين؟ يعني انطلاقا من كل تطور العلاقات الروسية المصرية، يبدو أن لقاء الغد هو سيكون نقطة تحول واضحة أمام الجميع في هذه العلاقات، من انتقالها في مجال التطور إلى انتقالها إلى مرحلة استراتيجية مهمة على كل الأصعدة، كما أمر الرئيس بوتين أعضاء الحكومة والمؤسسات أن تنتقل بعلاقاتها مع مصر إلى أعلى مستوى لتكون في كل المجالات علاقات استراتيجية، ليس فقط سياسيا إنما اقتصاديا وثقافيا وعلميا واجتماعيا أيضا، لما الذي حصل اليوم من زيارة الرئيس السيسي لسوتشي يعني الخروج مساء في وسط الناس، ويقوم الرئيس بوتين بتعريف الشعب الروسي ان هذا هو الرئيس المصري ونحن نمتلك علاقات جيدة، كل هذه الدلائل ومؤشراتها تؤكد على ان الخطة الروسية واضحة تماما منذ وصول الرئيس السيسي الى السلطة، ان روسيا تطمح لان تلعب مصر دورا استراتيجيا في الشرق الأوسط وفي أفريقيا في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي تحديدا، وخاصة أن مصر هي من النسيج الاجتماعي الديني لمنطقة الشرق الأوسط، وهي قريبة جدا من روسيا بحكم التكوين الديموغرافي الديني والإثني، حيث يوجد مسلم ومسيحي كما في مصر أيضا في روسيا. نعم. وهناك علاقات ما بين الكنيستين وعلاقات ما بين الأزهر والمراجع الدينية في روسيا، وهذه العلاقات السياسية أتت لتتوج كل هذه
اللقاءات والمجالات التي تحدثنا عنها سابقا. نعم، كل هذه القواسم المشتركة كيف تتوج هذه العلاقة بمواقف واضحة فيما يخص قضايا الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية والتي وصفها سيادة الرئيس بأنه الصراع الأبدي العربي الإسرائيلي، ومسؤولية المجتمع الدولي في التقاعس عن الحل؟ يعني انطلاقا من سلوك روسيا على الصعيد الدولي باحترام القوانين الدولية ومقررات الأمم المتحدة وعدم اللجوء إلى التكتلات والانتماءات للأقاليم والصراع ما بين التحالفات، روسيا تقول أن مقررات الأمم المتحدة هي الحل الوحيد لقضية الشرق الأوسط، وهذه المقررات توافق عليها كل الدول العربية بما فيها مصر، أي عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، بناء دولتين عاصمتها مشتركة القدس، أو ما يتفق عليه الطرفان نهائيا على شكل هذه الدول. بالإضافة إلى أن روسيا ترفض كل أشكال استعمال السلاح والقتل في الشرق الأوسط، واستعمال خاصة المنظمات الإرهابية إن كان من قبل الغرب أو من قبل إسرائيل أو من بعض الدول العربية أيضا. الدور الروسي الواضح أيضا في سوريا وتأكيد المواقف المصرية بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية والحفاظ على إرادة الشعب السوري وإيجاد الحل السلمي لهذه القضية، كيف ترى هذا الأمر والتعاون المشترك بين مصر وروسيا؟ روسيا تطمح انطلاقا من العملية العسكرية في سوريا للقضاء على المنظمات الإرهابية، تطمح لأن تلعب مصر دورا أمنيا مهما لاحقا في سوريا، وكانت تقترح دائما تواجد مصر بكل أشكالها في القضية السورية لكي تمنع التدخلات الخارجية الغير شرعية في سوريا. لما لمصر من محبة ورضا من كل الأطراف باستثناء المنظمات الإرهابية حكما، وهذا قد يعطيها دورا مهما لاحقا سياسيا واقتصاديا وأيضا حتى أمنيا في منطقة الشرق الأوسط. وفي سوريا يبدو يعني هناك خيط واضح يدل على أنه تبنى العلاقات الدولية الجديدة لسنوات مستقبلية أكثر من 50 عاما هي تبنى حاليا في سوريا، وروسيا تسعى دائما لأن تكون مصر هي الحليف الأساسي في الشرق الأوسط، هي وسوريا لما لهما من قدرة على ضبط كل هذه المنطقة. دكتور مسلم، عودة مرة أخرى للتعاون المشترك المصري الروسي، عودة الرحلات ما بين القاهرة وموسكو تمت عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مصر ديسمبر 2017، التطلع لاستئناف هذه الرحلات بين سائر المدن الروسية وأيضا المدن المصرية، كيف ترى هذا الأمر ومن المتوقع تنفيذه في أي فترة زمنية؟ يعني على ما أعتقد هذه مسألة فقط تقنية أمنية لا علاقة لها بالسياسة ولا علاقة لها بالاقتصاد أو خاصة السياحة. روسيا والمؤسسات الروسية والشعب الروسي كله يعرف تماما ما معنى البحر الأحمر والمناطق السياحية في مصر والإهرامات، وكله يطمح للعودة إلى ممارسة هواياته السياحية والاستراحة في مصر، لكن ما زالت المسائل التقنية فقط هي التي تعيق هذه العملية، وأعتقد أنها ستكون قريبا على أبواب الحل، خاصة وأن الرحلات الانتظامية يعني الرحلات النظامية بدأت من موسكو إلى القاهرة، وهذا قد يساعد قريبا على أن الرحلات إلى المدن السياحية أن تبدأ وتستمر من المدن الروسية أيضا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور مسلم شعيت مدير المركز العربي الروسي، كنت معي من موسكو. تفضلي فندم. دكتور طارق، تعقيبك فيما يخص نقطة الطيران واستئنافه ما بين مصر وروسيا في كافة المدن وليس القاهرة وموسكو فقط. هو طبعا بطبيعة الحال موضوع مصار منذ زيارة الرئيس الروسي إلى القاهرة إلى الزيارة الأخيرة، لكن أنا عايز أشير نقطة مهمة قوي، إحنا كمصر إحنا استوفينا كل الشروط، وكانت هناك أكثر من لجنة جت ومش عايز أقول فتشت لكن تبعت الإجراءات واستوفينا كل الشروط،
في جزء من ده مرتبط بالإجراء الخاص بروسيا، لكن مش معناه إذا لم يتم هذا الإجراء إنه إحنا فشلنا في هذا. ليه؟ لأنه أنا هكون أمين مع حضرتك، إحنا مش محتاجين شهادات حسن السير والسلوك من أحد. في جزء من مرتبط بإجراءات السلامة، ودي إجراءات دولية إحنا قمنا بيها وعالجناها، فبالتالي القرار في الجانب الروسي. إذا تم شيء جيد، إذا لم يتم فهذا ليس معناه إن إحنا قصرنا. إحنا الأجهزة الرسمية قدمت كل ما لها من معطيات، طلبتها أكثر من زيارة وأكثر من وفد جم زاروا وشافوا في المطارات المختلفة. فبالتالي أنا أعتقد إذا الإجراء والإجراء على وشك أن يصدر. أنا عايز أقول لحضرتك استكمال للقال الضيف الكريم، جزء من الرئيس النهاردة قاله مهم قوي، إن إحنا عملنا ده إنه رجع طيران بين القاهرة وموسكو، لكن هيبقى نتمنى وتمنى الرئيس في هذا، يعني في جزء من لغة كانت دبلوماسية من السيد الرئيس يقولها في الكلمة النهاردة، وتمنى عودة السياحة. لكن هذا ملف ضمن ملفات كثيرة، مع تقديرنا أن الملف مهم بالنسبة لنا. طبعا القضايا العربية كثيرة، وروسيا لها الكثير من الأيادي ربما تستطيع تقدمها في هذه القضايا. القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية، روسيا كانت قدمت فكرة اسمها مؤتمر موسكو لسلام الشرق الأوسط، والفكرة دي كانت منذ سنوات والولايات المتحدة وإسرائيل عطلوها لسنوات طويلة، وانفردت الولايات المتحدة بهذا الملف. لكن روسيا لن يكون لها دور قولا واحدا في عملية السلام في الشرق الأوسط، هي دخلت في حرب مقايضات مع الجانب الأمريكي. هم تركوا ملف الصراع العربي الإسرائيلي الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي ترك لروسيا ما تقرره فيه روسيا. فبالتالي في اطار علاقات دوليه حاجه اسمها المقايضات الدوليه او المقايضات الثنائيه، ان حضرتك تسيبي لي ملف وانا ادير الملف وانا يبقى دوري بعد حضرتك وهكذا. فهم سابوا لنا للجانب الامريكي الملف الصراع العربي الاسرائيلي لادارته، ولم تديره الولايات المتحده بالصوره اللي حضرتك تعلمناها، بل العكس، ان الولايات المتحده يعني جارت على الحقوق الفلسطينيه وزادت الامور تعقيدا، ولا تزال في حالة ارتباك ما بين تأخير ما تعرف باسم صفقة القرن وفكرة التفاهمات والتعصب في عملية السلام حديثي ولا حرج، وهناك حائط صد في الموقف بصورة أو بأخرى نحتاج اختراق في أمريكي. لكن الملف ليس على رأس الأولويات بالنسبة للإدارة الأمريكية في هذا التوقيت. مقابل هذا في طبعا اهتمام بالجانب الروسي في الملف السوري. فللأمانة الروس في حاجة إلى دولة كبيرة زي مصر، يعني إحنا عندنا مقومات، عشان نبقى الأمور واضحة، إحنا عندنا مقومات وإمكانيات دولة كبيرة في الإقليم. فروسيا لابد أن تنسق مع دولة كبيرة زي مصر في الملف السوري. أنت عند حضرتك مصداقية في ملفات معينة وملفات كثيرة، أنت ليكي مصداقية داخل سوريا وليكي مصداقية في الملف في ليبيا، يعني ما عندناش أي حساسيات في الانفتاح على كل الأطياف الليبية أو السورية. لم نتورط ما بين قوسين حضرتك في أي مشكلة في سوريا أو في ليبيا، بالعكس إحنا أدرنا حوارات مباشرة في سوريا 4 حوارات وفي ليبيا، ونساعد في مسارات الحل، ونساعد في ده وبنطرح في ده، وليس لدينا ما نخبئه. يعني الرئيس السيسي ما يقوله في العلن نقوله نحن في دوائرنا وفي اتصالاتنا، إنه ليس لدينا ما نخبئه، إن مصر بتدور على الحل السياسي، الاقتراب السلمي، عدم تدخلات أجنبية في الملفات السورية والعرب والليبية واليمنية والفلسطينية، وبناء عليه إحنا موقفنا واضح. ليه مصداقية؟ يعني دي مصداقية الدولة المصرية من أول القيادة السياسية لكل تحركات الأجهزة الرسمية المعنية بإدارة الملفات دي. لكن كيف تحلحل المواقف؟ أو كيف تحلحل يعني هذه القضايا في اتجاه الحل يعني بتعاون مصر؟ أنت هيبقى في الملف السوري هيبقى لحضرتك دور مباشر في إعادة تأهيل الجيش السوري، ده قولا واحدا. نعم. وهتعيدي بناء مقدرات الدولة السورية بصورة كبيرة، وفي ترحيب بالمناسبة في ده. وإحنا موقفنا في سوريا ثابت لم يتغير، يعني موقفنا منذ بداية الأزمة حضرتك قائم على فكرتين زي ما حضرتك تعلمي، إحنا لا نتحدث عن أشخاص. نعم. ولا نشخصن الأمور، إحنا بنحافظ على مقدرات الدولة وحدة السورية ووحدة التراب السوري بالكامل، لعدم انقسام أي وحدوث أي انقسامات في الملف السوري. في ليبيا نفس المنهج، أنت تحتاجي إلى موقف مباشر. ليه السيد الرئيس رجع يقول أنه مصر مع اتفاق السخيرات وأنه هو الاتفاق الشارع ما بين الأطراف سواء حفتر والسراج؟ ليه؟ لأنه تشعبت الحلول في الأزمة الليبية، دخل الفرنسويين والإيطاليين
فبالتالي كل طرف بيدور، والإيطاليين طرحوا رؤية غير الجانب الفرنسي، فالأمور بتتعقد. فإحنا النهاردة بنضع الأمور في نصابها. السيد الرئيس النهاردة قال في روسيا عبارة إن إحنا لابد أن نتوقف أمامها، إحنا بنرجع المرجعيات الدولية لحل هذه الأزمات. يعني إحنا النهاردة تحركنا مش تحرك فقط ثنائي مصري روسي، أنت عندك مرجعيات في الملف الفلسطيني لم يتحدث عنها أحد، يعني لم يتحدث أحد عن نص قرارات 242 و338 و193 و194 القضايا الرئيسية، القرارات الحاكمة للصراع. النهاردة أيضا في الملف اليمني، الملف المفتوح على مصراعيه وليه تكلفة عالية على الأمن القومي العربي، مش في الخليج فقط، ليه تكلفة عالية بيدفعها الأشقاء هنا وهناك. فبالتالي احنا بنتكلم على اقترابات سياسية للحلول، دي رؤية مهمة. الجانب الروسي لا يجد حضرتك في الإقليم أي دولة في الإقليم، احنا مش بنقول ده عشان احنا مصريين، ربما تكون شهادتنا مجروحة، لكن هذا هو واقع العلاقات الدولية، إن روسيا النهاردة لا يمكن أن تنسق مع طرف آخر في الإقليم، مع تقديرنا لكل الدول العربية، إنه مصر هي الدولة المحورية اللي هي تستطيع أن تنسق معها. مصر مدخل لأفريقيا، احنا هنترأس الاتحاد الأفريقي في 2019 وبناء عليه هيبقى أنت محتاجة حضرتك تنسقي مع الجانب الروسي في الفترة القادمة، لأنه روسيا داخلة بقوة في السوق الإفريقي وأنت عندك خبرة طويلة بالستينات، زي ما أنت بتنسقي مع الصين، والصين تعود إلى أفريقيا برؤية مختلفة. لا الصين ولا روسيا تجد أي دولة في الإقليم إحنا مدخل لهذه القارة. فبالتالي النهاردة التنسيق بيتم لمصالح، يعني صحيح أن في روسيا في حفاوة كبيرة بالدولة المصرية وبقيادة مصر، لكن هم يعرفون جيدا مع من يتعاملون، بلد كبيرة، قيادة كبيرة، فبالتالي من مصلحة الجانب الروسي حضرتك أنه يتعامل مع الدولة المصرية. أنا مش هقف في ملفات ربما تكون فيها تفاصيل، السياحة ترجع ما ترجعش، التبادل التجاري يزيد ما يقلش، دي أمور تفصيلية نقدر أنا وحضرتك نطورها وننميها حينما تتوفر الإرادة. الأساس المشترك. أنا في تقديري الرئيس الروسي توجيهه مبارح والنهاردة، وطبعا الإعلام الروسي ناقشها قوي، وأنا كنت بطبيعة الحال أتمنى أن احنا نركز عليها، أنه نقل العلاقة لمستوى استراتيجي. المستوى استراتيجي مش مجرد قرار بياخده الرئيس الروسي وهو رجل مخابرات سابق ووصل إلى أعلى مناصب الدولة في روسيا، أنه ينقل العلاقة دي من خلال معاهدة التحالف الاستراتيجي مع مصر، وأنه يفكر في هذا الأمر. أنا في تقديري هذا الرئيس الروسي لديه رؤية ونسق عقيدي فكري، يدرك أن هذه الخطوة تدعيم لكافة العلاقات المصرية مش السياسية والاستراتيجية، لأنه في ظنه إن هذه الخطوة سيقابلها المصريين بكل الترحاب، لأننا بطبيعة الحال زي ما قلت لحضرتك حننا كمصريين إلى نمط العلاقة مع روسيا، لكنه ينظر بعين أخرى، وهي أنه مصر لديها علاقات جيدة مع الجانب الأمريكي، وأنه مصر بتحدث التوازن. هو يريد أن يسجل نقطة إيجابية في مجرى العلاقات، وأنه يفكر في أن ينتقل بالعلاقة إلى علاقة حوار استراتيجي. هتقولي لي يعني إيه حوار استراتيجي؟ حوار استراتيجي اللي الأمريكان عطلوه لحضرتك سنوات، وحتى برغم العلاقات الجيدة مع الجانب الأمريكي ولقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي، لكن لم يتحرك الحوار الاستراتيجي بين البلدين برغم الزيارة للولايات المتحدة، وبرغم عودة المساعدات الأمريكية الجزء المجمد، وبرغم زيارة وفد أمني إلى هناك. في جزء مرتبط بعلاقات ومصالح متبادلة، الجانب الأمريكي ينسق معك لأنه شايف أن مصر هي لا يمكن الدولة أيضاً هي دولة مركزية ودولة كبيرة وقيادة تحظى بشعبية كبيرة، فبالتالي الجانب الأمريكي يدرك ده جيدا، الأمريكان بيتعاملوا بالمنطق ده، وهكذا الروس. فالروس حينما يقرروا أن ينقلوا فكرة الحوار كأنهم يستبقوا الخطوة الأمريكية. هنا بقى مهارة حضرتك أن أنت تحدثي التوازن في نمط العلاقة السياسية والاستراتيجية، لا تتحدثي على ملفات يمكن أن تحل بسهولة، يعني مع تقديرنا. فأنا ما أقفش أو أن أنا في ملف أنه الملف فيه جزء تعثر أو جزء إفكاز، زي ما حضرتك أشرت بذكاء إلى التبادل التجاري. التبادل التجاري ده أداء الأجهزة ومؤسسات الدولة وشركاتها تستطيع أن تقوم به، فبالتالي الوزارات المعنية في مصر تقدر تطوره، ده مش قراري أنا وحضرتك أو عجز مننا، لكن ده يتعمل إمتى؟ أما أنت تقدري تنقلي المستوى العلاقة إلى مساحة أخرى، المساحة الأخرى أنت تخرجي بإطارها، زيادة العمليات التبادل التجاري والاستيراد والتصدير ما بين الدول دي، ده على مستوى دول كبيرة، أنت بتحتلي مساحة كبيرة في
أسواق معينة تقدري تعمليها، دي قرارات متعلقة بنمط الممارسات الاقتصادية والتجارية بين الدول، لكن الأساس حضرتك تناقش فيه الإطار اللي بيحكم العلاقة الضابطة ما بين حضرتك وما بين الدول الكبيرة زي الولايات المتحدة، زي الصين، زي روسيا. أنت تقييمك لهذه الدول مش مجرد أن احنا بنعمل لقاءات ممتدة أو نحن نقول أن مصر بتعمل ده، لأنه الإقليم الشرق الأوسط هو إقليم مضطرب بكل ما فيه، وحالة فيها حالة سيولة وأوضاع لم تستقر، حتى المسألة السورية، حتى المسألة السورية اللي احنا بنقول بننسق فيها مع الجانب الروسي، الحدود التي رسمت بالدم طوال الحروب الماضية لا يمكن أن تكون سهلة أن أنا وحضرتك ندخل سوريا من مجرد أننا سنتواجد مع الجانب الروسي. مصر لها حسابات ومصالح في الإقليم أيضا، ومصالح تقدر، بمعنى أن أنا النهاردة متحرك في الملف الليبي حضرتك، ده ملف أمن قومي مصري بصرف النظر عن تفاصيله. أخذ بال حضرتك أنت جيتي في مراحل معينة من تطورات الأوضاع في ليبيا، عملتي قاعدة محمد نجيب وبدأت تضبط الحدود من ناحيتك، دي إجراءات تؤكد قدرة ومناعة الدولة الوطنية في مصر. نعم، لكن ديناميكيات العلاقة ستظل مستمرة، يعني حتى في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وروسيا أو حتى فيما يخص القضايا العربية وحلها. هل من الممكن أن يتم التباحث بشأن فكرة العناصر الإرهابية وكيفية التعامل معها كنوع من تقليل الخطورة داخل المنطقة؟ ماذا سيتم بعد انتهاء الحرب مثلا أو انتهاء الأزمة في هذه الدول العربية التي امتلأت بعناصر إرهابية، امتلأت بالأسلحة، ما زالت التمويلات مستمرة لها؟ مشكلة العائدين مثلا، يعني سبيل المثال احنا بنتكلم على جزء من تسوية الأزمة في مش ما هو جاري في إدلب وما يجاورها. كلمي حضرتك على عودة اللاجئين بما يمثلوا من مشكلة تمثل، ليس عودة اللاجئين لأراضيهم مرة أخرى، مشكلة العناصر الإرهابية عندما يتم التضييق عليها وتنتقل إلى دولها مرة ثانية. شوفي، هو في تجربة جيدة قوي، محدش سأل نفسه آلاف العناصر التي خرجت من العراق وسوريا إلى أين ذهبت؟ نعم. طبعا في تحليلات عبثية بتقال فيها قصص سطحية، ودي قضية طبعا شائكة. آلاف العناصر اللي تتفتح لها ممرات آمنة وغادرت مواقع غير معلوم، ولا توجد أجهزة معلومات غربية تقدر تجاوب لحضرتك إلى أين خرجت هذه العناصر من الممرات سواء في العراق أو سوريا، وذهبت إلى مناطق في جنوب الساحل وفي ليبيا، وذهبت إلى مناطق الحدود الأردنية السورية. هذه العناصر بطبيعة الحال بتمثل خطر بيكي، لأنه أنت النهاردة أما كنت بتتعاملي مع تنظيم دولة الخلافة داعش كان مقيم في أماكن معينة، فأنت بتتعاملي على واقع ميداني حضرتك موجود على الأرض. دلوقتي أنت بتواجهي مناطق مفتوحة وعناصر، ولا تزال لمن لا يعلم آلاف العناصر المحسوبة على داعش موجودة في المنطقة وفي العراق وفي سوريا، وفي سوريا تحديدا آلاف، أنا بكرر آلاف. نعم. وبالتالي العدد لسه مش هنقول 80,000 ولا 100,000، حصره يعني صعب. يعني القضية مرتبطة بإيه بقى؟ أنت هنا لابد أن يبقى في تبادل معلومات وتبادل أمني وتبادل خاص بقاعدة البيانات والمعلومات كاملة بينك وبين الدول. إحنا بننسق مع مين؟ إحنا بطبيعة الحال الدول في الإقليم في تبادلات، لكن أنا عايز أذكر حضرتك لغاية دلوقتي مع احترامي لروسيا والولايات المتحدة، حتى الآن لم يوجد تعريف محدد لإشكالية الإرهاب، لا يوجد صحيح. تعريف محدد للتنظيمات الإرهابية، ما الذي ينطبق عليه إرهابي وغير إرهابي، ما الفرق بين المقاومة وبين الإرهاب، يعني في أمور يجب أن تضبط. مصر سنة 86 نوفمبر 86 أيام الرئيس الأزمك مبارك دعت إلى مؤتمر لمواجهة الإرهاب 86، يعني شوفي 86، حتى اليوم لم يتفق المجتمع الدولي على هذا. أنت النهاردة السيد الرئيس في قمة الرياض التي حضرها الرئيس الأمريكي و52 مسؤول، لو حضرتك فاكر هذا اللقاء. نعم. حينما وقف الرئيس يقول عن شبكات رؤوس الأموال والدول وعن تنظيمات والدول الداعمة. نعم. وما إلى ذلك. الأمين العام للأمم المتحدة هذا العام في افتتاح دورة سبتمبر الماضية ذكر العالم بأن هناك قوة إرهابية ودول في هذه القاعة، هو أشار وهذه الدول دون أن يعني يحددها أنها تدعم الإرهاب. نعم. لأنه النهاردة التنظيمات الإرهابية بتمرح في الإقليم بأكمله، يعني مناطق تواجدها ربما لا تمثل لديك مشكلة مباشرة. لكن أنا عايز أذكر حضرتك نقطة مهمة ربما تغيب عن أذهاننا، أن مصر الدولة العربية الوحيدة والأجنبية في الإقليم وأقاليم أخرى هي اللي حاربت الإرهاب بمجهودها. يعني صحيح أن احنا في مراحل معينة
واجهنا هذا الإرهاب ولا زلنا نواجهه. العملية 2018 كانت عملية مبهرة ونتائجها كبيرة. بس أنا عايز أذكر الناس، محدش يسألنا العمليات هتقف إمتى. طول ما في إرهاب كامن وطول ما في عمليات بتحصل في مناطق أخرى خارج مصر حمى الله مصر، يبقى في إرهاب يمكن أن يهددنا. ما فيش حاجة اسمه التوقيت العملية تخلص إمتى وتروح إمتى، 2018 هتخلص، ده كلام عبسي. إحنا بنواجه إرهاب غير معلوم. النهاردة إحنا لغاية دلوقتي في المنطقة مهددة بكل ما فيها، فإذا إن المنطقة مهددة بكل ما فيها أنت بتتعاملي مع إجراءات مباشرة في هذا. الدولة المصرية يقظة لده، الدولة المصرية عندها إمكانيات هائلة وإمكانيات كبيرة ظهرت في مواجهة الإرهاب، والحمد لله كنا بمفردنا. بس أنا عايز أفكر بقى، عشان إذا كنت بكلمة على روسيا أنا أفكرك إن إحنا أيام إدارة أوباما وإحنا كنا بنواجه الإرهاب، أما طلبنا بموضوعات أسلحة معينة وطلبنا بقوائم تحفيزية معينة لم يقدمها الأمريكان. عشان كده النهاردة لما السيد الرئيس يقول إحنا بنفتكر، المصريين ما بينسوش حاجة، المصريين ما بينسوش أي شعب وقف جنبهم، ما بينسوش أي دولة وقفت بجنبنا. إحنا عندنا امتنان إلى الروس، لأن إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا حاربنا بسلاح روسي، دخلنا حرب 73 بسلاح روسي، كان في خبراء ومستشارين روس موجودين في مصر بيخططوا مع قادة القادة العظام اللي خططوا الحرب 73. بس لما جينا ناخد قرار الحرب الرئيس أنور السادات بحنكة الرئيس والزعيم طردهم، لأنه كان تدخلهم لا يمكن أن نحارب وهم بجوارنا برغم الدور اللي هم عملوه. دي بقى قدرة ومهارة الدولة المصرية اللي بيعبر عنها النهاردة للأمانة بحنكة كبيرة تحسب ليه، ومن حسن حظ مصر وقدرها أنه يبقى الرئيس سيسي على حكم مصر في هذا التوقيت. إحنا بيعمل بمهارة شديدة الانتقال ما بين السياسي والأمني والاستراتيجي، يعني شيء مبهر النهاردة أن أنا أسمع وأنا أستاذ علوم سياسية الناس بيتكلموا على رئيس مصر ومكانة مصر والحسابات القوى الشاملة للدولة المصرية. الزعماء الروس النهاردة هم بيتكلموا تعليقاتهم على كلمة الرئيس، شيء مبهر لأنه الدولة لديها إمكانيات كبيرة. إحنا عايزين نثق في أنفسنا، إحنا عندنا إمكانيات هائلة، الدولة بمؤسسات عندها إمكانيات هائلة، محتاجين نعمله ده، نحطه في منظومة وطنية. القرار الاقتصادي اللي حضرتك بتتكلمي فيه والمواطن يحس بيه، أنا بقول لحضرتك التقارير الاقتصادية دي شيء مبهرة إن أنت تطلع تقول ده. محتاجين نطمن المواطن إن البلد ماشية على مسار صحيح، إن إحنا بننقل الصورة لمصر. الدول الكبرى حضرتك ما بتعرفش إلا الدول القوية، يعني النهاردة اللي أنت شايفاه ده في روسيا واللي شفتيه من عدة أسابيع في أمريكا ده قدرة حضرتك على إن أنت تقفي على أرض راسخة. إمكانيات الدولة مؤسساتها كبيرة سواء بكوادرها بالتأكيد. فطبعا كل ما توفر ليكي منطق القوة وحسابات القوة الشاملة النهاردة وانت بتجري مناورات على أرض مصر، مناورات مع الجانب الروسي، بتنقلي صورة للعالم احنا مصر منذ أسابيع كنا بنعمل مناورات نجم ساطع، النهاردة بنعمل حماية الصداقة. أشكرك جزيل الشكر شكرا على هذه لحضرت. الرؤية التحليلية الأستاذ الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. شكرا أشكركم على المتابعة. انتهت هذه الحلقة في من القاهرة، لكن متابعة قناة النيل للأخبار دائما مستمرة معكم على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.